الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، كثير من الناس يسأل عن كيفية صلاة العيد، خاصة في هذه أو في ظل هذه الجائحة وهذا الوباء. نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا جميعا. فكثير من إخواننا يسألون عن الكيفية، فنفس الكيفية، نفس الكيفية التي كانت تؤدى في المصليات، إلا أن في المنازل لا تؤدى صلاة العيد بخطبة، بل تؤدى ركعتين كما كنت تصليها في المصلى بغير خطبة. إذن إذا صليت أخي الكريم، أنت معك أبناؤك أو أهلك، إذا صليت، أو أنت تسكن بمفردك، أو تسكنين يا أختي بمفردك في بيتك مثلا، فالإنسان يصلي صلاة العيد سواء كان منفردا أو كان معه أهله وأسرته. إذن إن شاء الله تعالى يوم العيد عندما ترتفع الشمس أثناء الشروق، عند الشروق ترتفع الشمس قيد رمح ويذهب احمرارها، حينئذ إنسان قبل ذلك يكبر الله سبحانه وتعالى، يغتسل ليوم العيد ولصلاة العيد إن شاء الله تعالى. فهذه شعيرة وهذه عبادة وهذه سنة ينبغي أن نحرص عليها، ثم يلبس أحسن ما عنده من ثياب، ثم يتعطر بعطر جميل ما شاء الله تبارك الله، ثم بعد ذلك يجمع أهله للصلاة. فالكيفية ديال الصلاة إن شاء الله غادي نشرحها دابا إن شاء الله تعالى. فكيفية الصلاة مثلا إذا كان الإنسان يؤم أهله في بيته، فبداية لا بد له من سترة، جدار، سارية، لا بد له من سترة يقترب منها. فإذا كان عنده ولد ذكر، رزقه الله عز وجل بولد ذكر مميز مثلا، يأتي عن يمينه. فإذا كان عنده ولدان يأتيان يصليان خلفه، يعني يصلون وراه، ثم البنات والأم صلون خلف الأب. ثم ماذا نفعل الآن؟ عندنا تكبيرة الإحرام، صلي صلاة العيد جهرا، تكبيرة الإحرام نكبر الله أكبر، فلا نسرع. بعض الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول له يا أخي تريث. قد استحب كثير من العلماء والفقهاء أن يكون بين كل تكبير، أن تكون بين كل تكبيرة يكون هنالك ذكر تحميد لله سبحانه وتعالى، تسبيح مثلا الله أكبر. منهم من قال بعد تكبيرة الإحرام مثلا دعاء الاستفتاح، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. فإذا ما درت شدة دعاء الاستفتاح فلا حرج، لا شيء عليك إن شاء الله. إذن الله أكبر، احمد الله سبحانه، سبح الله سبحانه وتعالى وكبره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، ثم تكبر. ها التكبيرة الثانية، تكبيرة الإحرام، ثم أثنيت على الله وحمدته وكبرته، دير التكبيرة الثانية الله أكبر، خلي المجال لأبنائك وأسرتك أن يكبروا. إذا بين كل تكبيرة قول لك الذكر هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سأعيد إن شاء الله. إذا تكبيرة الإحرام الله أكبر، قل ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن كم؟ سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، عندك سبعة ديال التكبيرات. ثم بعد ذلك كملت التكبيرة السابعة، تفتتح بسورة الفاتحة تقرأها بتأنٍ إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك تقرأ سورة سبح مثلا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ثم لغد تكمل السورة تركع ركوع ديالك العادي الله أكبر، تركع حتى تطمئن راكعا،
ثم ترفع من الركوع حتى تطمئن رافعا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا غير بالله عليك، الجلوس بين السجدتين أيضا عندك الشيء غير بالله عليك، ثم السجدة الثانية بحال بحال، ثم تقوم إلى الركعة الثانية من صلاة العيد، هذه تنوض مثلا الله أكبر ثم تكبر الله أكبر بحال التكبير ديال الأول، شحال؟ خمس تكبيرات ولكن غير شوية، الله أكبر تذكر الله سبحانه وتعالى، سبح وكبر الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، وهكذا ثلاث خمس تكبيرات، ثم تقرأ إن شاء الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، أو تقرأ في الركعة الأولى مثلا قاف، في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا كله إن شاء الله، أو إذا ما حفظتش هذا الشيء كامل اقرأ بما تيسر معك من القرآن الكريم، ثم اركع كما فعلت في الأول غير بالله عليك، ثم تكمل الصلاة إن شاء الله تعالى التشهد، ثم تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وخلاص حينئذ تقبل أبنائك وتعانقهم وتهنئهم بالعيد إن شاء الله تعالى، وتفرح بعد ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الفرح المحمود بضوابط الشرع، ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ونتمنى من الله عز وجل أن يتقبل، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا عنده إن شاء الله تعالى من عتقائه من النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.